صباح الخير مشاهدينا، سنة جديدة إن شاء الله تكون بدايتها بداية فرح ونجاح للجميع. خلينا نشوف بفقرة أوروسكوب لليوم شو مخبيت لنا الأبراج الـ 12، والبداية مع برج الحمل. مهنياً بثير أمر مع حماسك وبيحمل هاليوم تغيرات بحياتك المهنية، ونتائج غير متوقعة بتثير شكوكك تجاه بعض الزملاء بعملك. أما عاطفياً أعصاب الشريك التعبانة بتولد نوع من القلق بيناتكم، هالشي بيدفعك لاتخاذ قرارات سريعة لمعالجة الأمر. صحياً بترجع لممارسة عملك ونشاطك مثل قبل بعد ما تغلبت على المرض. الثور، إذا كنت متشنج شوي مزعوج من بعض التصرفات ما تكون جارح بكلامك وتفش خلقك بزملائك، حاول تضبط أعصابك تما توقع بمشاكل أنت بالغنى عنها بعملك. أما عاطفياً كون أكثر التزاماً بعلاقتك بالشريك، والأفضل أنك تصارحه بحقيقة مشاعرك لأنه آخر فترة عم يحس بنوع من الإهمال. أما صحياً أمراض العصر كثيرة منها الكوليسترول، فالأفضل اتباع حمية غذائية وأنك تشوف حكيم بأسرع وقت. الجوزاء، مهنياً بتعالج مسائل كتيرة وبتكون متفائل وبتتوصل لحلول لبعض المشاكل اللي كانت عالقة بعملك. أما على الصعيد العاطفي فتجارب بسيطة بتقطع فيها أنت والشريك ما بتأثر على علاقتكم، إنما بالعكس رح تدفعك للتفكير بإيجابية أكبر بالمستقبل. صحياً بلشت تحس بأنه البدانة عم تظهر أكثر عليك، ما تتأخر لزيارة حكيم أخصائي التغذية. منكمل أبراجنا اليوم مع برج السرطان. ما تتسرع بالحكم على زملائك بالعمل إذا ما كنت متأكد من يلي عم بيصير حواليك، تما تحط حالك بمواجهة مع الشخص الغير معني بهيدي المشكلة. أما عاطفياً الصبر هو من أبرز صفاتك، وهيدا الشيء بيخليك أكثر قريب من الشريك وبيزيد ثقته فيك. صحياً وجع الدينين إلى عدة أسباب، فاعرض نفسك على الحكيم قبل فوات الأوان. نوصل للأسد، بطلت الأحداث الخارجية هي الأساس بحياتك وصار كل تركيزك على عملك، فتقدمك السريع سبب شغلك وحماسك لتقديم الأفضل. أما على صعيد العاطفة صارح الحبيب مشاعرك تجاهه، فهو بحاجة إلك وبيعرف أنك عم تمرق بظروف صعبة ومتفهم هيدا الوضع. أما على صعيد الصحي ما تستخف بالأوجاع اللي عم بتحس فيها، فالأفضل أنك تزور حكيم بأسرع وقت. مولود العذراء، مهنياً بيعودك الحظ من جديد، فإذا واجهت صعوبات أو مشاكل هيدي الفترة رح تلاقي حلول سريعة لهيدي المشاكل بلا أي تعب، كما أنك رح تستغل جاذبيتك لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فبتحقق نجاح لافت صار لك زمان ناطره. ما تكون من الأشخاص المسرسبين عن النظافة لأنه السرسبة هي بتجيب الأمراض. ننتقل لبرج الميزان، اطلق مخيلتك وفكر مظبوط شو بدك وعبر عن رغباتك وبلش مشاريعك وكون كتير واثق من حالك لأنه النجاح رح يكون حليفك. عاطفياً تضحيات بالجملة بيقدم لك إياها الشريك، بس أنت رح تكون إنسان أناني وما رح تشوف هيدي التضحيات، وهيدا الشي رح يودي لمشاكل. صحياً أنت بصحة جيدة جداً ولازم تمارس الرياضة أكثر. رقم الحظ 8 والثلاثة هو أحسن نهار لإلك بهذا الأسبوع. عزيزي العقرب، على الصعيد العملي بتتخلص اليوم من بعض المصاعب حول مشروع خاص فيك وبتنطلق من جديد بخطة عمل واضحة رح تتكللها النجاح. ما تعامل الشريك بأسوأ وكون واضح معه وخبره عن الأمور اللي عم تضايقك، فما تخلي سوء التفاهم يتحول لشك ويسبب لكم مشاكل. القوس، مهنياً بتشعر بالارتياح نوعاً ما وبتستفيد من بعض الفرص بحياتك المهنية، كما أنه ممكن تحقق تقدم كتير كبير بعملك. عاطفياً علاقتك بالشريك هادية وتبدو الأمور عادية بعد سوء التفاهم يلي صار بيناتكم مؤخراً. صحياً بتميل اليوم لتناول المأكولات الدسمة، انتبه من أنه يزيد وزنك. الجدي، مهنياً خطوة نوعية بتحطك بالمواجهة، خصوصاً أنك واجهت بالماضي تراجع لافت بعملك. عاطفياً بيبتسم الحب إلك من جديد ورح تتلاقى قريباً بنصك الثاني ورح ينقلك الغرام لعالم جديد. صحياً بين الصحة السليمة والصحة الشبه سليمة فرق كتير كبير، بينصحك الفلك أنك تشوف حكيم وتنتبه على صحتك أكثر.
البرج اللي ما قبل الأخير هو برج الدلو. ظروف خارجة عن إرادتك بتجبرك تلغي مواعيد مع بعض الأشخاص وبتلغي بعض الاجتماعات المهمة اللي هي رح تكون لصالحك، بس ما تزعل لأنه رح ترجع تلتقى بهود الأشخاص والنجاح رح يكون حليف هيدي الاجتماعات. أما عاطفيا حاول أن تبعد عن الجدال اللي ما له نفع لأنه رح يأثر سلبا على علاقتك. أما صحيا فممارسة بعض أنواع الرياضة الجماعية مفيدة، فما تتردد وشارك أصحابك فيها. ننتهي مع برج الحوت. مهنيا بيزيل هاليوم بعض الصعوبات والعرائيل من طريقك، إلا أنه بيخليك مزاجي كتير وبيحملك مسؤوليات جديدة بعملك. عاطفيا بتبحث عن استقرارك وبتحاول أنه تضبط الإيقاع وبتعالج المشاكل المتراكمة بحياتك العاطفية اللي صار لها فترة بيناتكم. صحيا بخف وجع الظهر شوي شوي بعد ما بلشت تعمل رياضة مؤخرا. مولود اليوم من برج الجدي بدنا نعيدك ونقول لك عقبال المية. بيعتمد على حدثه القوي ومنطقه السليم وكلامه العذب للوصول إلى غايته وإقناع الآخرين بأفكاره، وهالميزة هي من أفضل صفات مولود اليوم، خصوصاً أنه ثقته بنفسه قوية على طول. بيعرف دايماً شو بده، عنده شخصية غامضة شوي وبيرفض الاعتراف بأخطائه. هيدي كانت كل معلوماتنا لليوم. أنا بلاقيكم بكرة بفكرة جديدة من أوروسكوب.